بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم بتتراوح من 3 ل 5 درجات، والطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل الحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي فرص لأمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية، وشبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحياناً على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. ودلوقتي خلونا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 23 والصغرى 15، العاصمة الإدارية 24-14، اسكندرية 21-13، العلمين الجديدة 20-12، مطروح 19-12، دمياط 20-13، بورسعيد 21-14، الإسماعيلية 24-12، السويس العظمى فيها 23 والصغرى 14، العريش 22-11، كاترين 16-6، طابة 20-13، حلايب 24-18، شلاتين 27-17، شرم الشيخ 24-17، الغردقة 23-15، الفيوم العظمى فيها 23 والصغرى 11، بني سويف 23-11، الوادي الجديد 24-12، أسيوط 22-10، سوهاج 23-10، قنا 24-12، الأقصر 25-13، وأخيراً أسوان العظمى فيها 26 والصغرى 14. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. نخلي بالنا صحيح في أمطار خفيفة ومتقطعة على فترات مختلفة، كمان في شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، فنلتزم بالتعليمات المرورية عشان توصلوا أشغالكم بألف سلامة. مرة تانية هنرجع لمصطفى ومنا نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكراً لك يا شكراً لك.